شكرا للسيد الرئيس، السادة الوزراء، السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب المحترمين. نعلم جميعا أن إحداث وصيانة المقابر حسب المادة 83 من القانون التنظيمي 113/14 من اختصاص الجامعات، اختصاص حصري أو اختصاص ذاتي ديال الجامعات، ولكن بعض الجامعات ومنهم مدينة الدار البيضاء لا تستطيع بمحدودية إمكانياتها المالية أن تقتني أو تعبئ الرصيد العقاري لهذه الغاية. الدار البيضاء حاليا كيموتوا فيها تقريبا واحد 70 ديال الناس يوميا، ما بين المقبره ديال الغفران وما بين مقبره الرحمه. مقبره الغفران اللي عاودوا شك الانتهاء دابا من واحد 6 شهور، ما كاينش عندنا شي مكان اخر اللي غادي نستقبلوا فيه الاموات ديال المسلمين. لذلك تنطالبوا بمساهمه الوزاره كما درتوا المجهود في المساجد ديروه في المقابر، لانه كما قلت لك الوضعيه الكارثيه اللي كتعيشها مقبره الغفران، وكتوقف مع كامل الاسف مع الخمسه ديال العشيه في الدفن، كيفاش النفسيه ديال هذوك الناس اللي باغيين يدفنوا. ثانيا كاين واحد القضيه اخرى الا سمحتوا السيد الوزير، وهو انه الان الدار البيضاء تعرف واحد الديناميه واحد الحركيه واحد الوتيره سريعه ديال انجاز المشاريع المتعطره، وخاصه المشاريع التي وقعت امام صاحب الجلاله سنه 2014، واحد الوتيره واحد الديناميه جديده واللي انخرط فيها الجميع. كنطلبوا منكم حتى هذا الورش، حتى هذا القطاع ديال المقابر حتى هو تاخذوه بعين الاعتبار. نعرفين الوزاره ماشي اختصاص ديالها، ولكن تواكبنا وتصاحبنا وتآزرنا فيما يخص هذا المطلب. شكرا هذا. السيد النائب المحترم، تفضلوا السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم على السؤال ديالكم. انتم قلتوا في الاخير كتعرفوا بان الوزاره ماشي مسؤوله على هذه القضيه، ولكن كنتضامنوا وكنتفاهموا. خص عده مرات تلقى هذا السؤال، لان الناس حيت كيفكروا في الاخيره كيقولوا وزاره الاوقاف لانها مكلفه بالدين، يعني مسؤول الشان الديني. عده مرات تلقى عليا وقلت هنا بان احنا واعيين، خاص واحد 100 هكتار في العام الموتى المغاربه، وهاد 100 هكتار معناه خاصكم 6 7 هكتار في العام في الدار البيضاء. ياك ما اولا ما كاينش اراضي الاوقاف اللي تكفي لهذا الشيء، ثم شرعيا وقانونيا ما يمكنش شيء، فلذلك خصو تلقى الحل. وهذا الحل كاين جوج الجهات، كاين الجماعات المحليه وكاين وزاره الاوقاف. وزاره الاوقاف كتكون مكلفه بالمقابر الى انتهى فيها الدفن، اما ما حد فيها محلوله ما مسؤولاش عليها لا بالتدبير ولا العقار ولا شيء. ومع ذلك ساهمنا ب 400 هكتار في المقابر، وهذا استثناء ونطلب الله تعالى يسمح لنا. ساهمنا ب 400 هكتار في المقابر هذه السنوات الماضيه، اعطينا 400 هكتار صفه استثنائيه لبعض المقابر، ما خاص شيء ولكن درناها. وما يمكنش على كل حال، ماشي الحل هو ملك يعني الاراضي الاوقاف بالنسبه للمقابر. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا سيد النائب. المحترم، كاين اموات المسلمين بعد ما يكون جاهز للدفن وبعد كل الاجراءات كيوصل حتى للمقبره وتيوقف. علاش؟ بحكم ان العائله كتمشي معاه وكيوصلوا للمقبره وكيوقف، كيلقاو الموظفين انهم سدوا مع الخمسه ولا الخمسه ونص، وهذا مشكل. اضافه لواحد المشكل اللي هو كاين كبير، وخاصه عاشتوا الدار البيضاء اللي كانت في وقفات احتجاجيه وتسدت امام حفظ الاموات المسلمين، انه كاين دكتور واحد 8 ديال المليون عنده دكتور واحد. كنطمعوا انه يكون عندكم، وكنطمعوا في الوزاره ديالكم انها تفك لنا المشكل ديال المقبره. شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيد الوزير، عندكم شي دخل. تفضلوا. نعم تفضلوا 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 السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم. كل نفس ذائقة الموت، وهذه واحد اكثر من 20 سنة وانتم في نفس المكان، الله يطول العمر ويخليكم صحيحة. كنا طرحنا نفس السؤال، دابا الإكرام الميت شي حاجة اللي كبيرة، احنا بعدا المسلمين وفي المغرب ما تنتخطاو المقابر ما تنزدمو فوق منهم، دابا ما بقى كاع الإنسان عنده فين يدوز. صحيح هذا اختصاص الجماعات، ولكن الجماعات غير قادرة على تدبير هذا الموضوع. احنا ما نتمناه هو أن تتفضل الوزارة، وأنتم رجل ميسر يعني تفضل الوزارة تعطي في الأماكن يعني في المدن اللي كاين وعاء عقاري الجماعات يديروا الصيانة، والخواص في إطار الشراكات يديروا التجهيز.
ما فيها باس، يعني لابد ان نجد حل، لاننا دابا بصدق ما تنخافوش من الموت، الموت راه كاينه علينا ما كاين، ولكن تنخافوا فين غندفنوا. هذا دابا الحاله في الرباط سلا نتاع المقابر، يعني الانسان تيمشي وتيدخل تيقول الله يحضر السلامه الاسر كي غادي يجيو باش يترحموا على الانسان، ربما باقي يسول فيه حد. شكرا. شكرا سيد النائب. واش نفس الفريق؟ لا يمكن.